صحتك ديري لاباس عليكم؟ كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن احوال. اليوم ان شاء الله غديكم بواحد الكيك اللي هي كتصاوب غير في الكوكوط او في طنجره الضغط، ما غاديش تحتاجوا ليها الفران ولا اي حاجه. المهم بقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوا الفيديو. بسم الله على بركه الله نبداو. بالنسبه للمقادير حنا غادي نحتاجوا نص كاس ديال الحليب، كاس الا ربع من الزيت، كاس الا ربع من السنيده، وعندنا نص كاس ديال الكاكاو. اذا غنبداو ناخذ واحد الخلاط غادي نحطو فيه الزيت، من بعد سنيده، من بعد نص كاس ديال الحليب، وغنضيفو عليه نص كاس ديال الكاكاو خام. الاحسن يكون محلى ماشي اللي مسوس. غادي نطربو كلشي لمده 3 ديال الدقائق. من بعد من ضربنا الخليط فانا غادي نحاول انني نقص واحد القدر منه. غادي نضيفو جوج بيضات، من بعد غادي نضيفو واحد الفانيليا، غادي نطربوهم. بعد ما طربنا المقادير حنا غنديروها في واحد الصحن، غادي نضيفو كاس ديال الدقيق اللي سبق وغربلناه، معاه معلقة صغيرة ديال الخمارة، غادي نضيفو شوية ديال الملح، وغادي نخلطو المقادير غير بشوية. إلا لقيتو الدقيق عقد ليكم الخليط عليكم الا تزيدوا واحد معلقه او جوج معالق ديال الحليب. فانا عندي الخليط هو هذاك، بهذه الطريقه هذه. صافي كنكتفي بهذا القدر ديال التحاب. من بعد غادي نجيب واحد الكاسات او فناجن اللي غادي نديرهم في الكوكوط، بقاو معايا تشوفوا حتى الاخر. ها هما الفناجن اللي غندير انا فيهم، كما كتشوفوا انا غنحاول ندهنهم بشويه ديال الزيت بهذه الطريقه. نقدروا ناخذوا غير واحد الكميه، نحاولوش اننا نعمروا الفنجان. نبقاو هكا تنكملو كمية كاملة.
غادي ناخدو الطنجرة ديالنا، غادي نحطو فيها واحد القدر ديال الماء مغلي، هيكون مغلي مزيان، ثلث ديال الأكواب يعني ما غاديش نعمرها حتى الفوق، وغادي نحطو الفناجن ديالنا. انتوما كتشوفوا الماء حداش وصلتو، غادي نحاول نغطي عليهم بواحد الفوطه باش ما يطلعش النفس ديالها، وغادي نديرهم فوق واحد النار اللي غتكون مهيله لمده ديال 30 دقيقه. فهادو هما الفناجن ديالنا كما كنشوف. انا غنجبد واحد حداكم وهو باقي سخون، هذا هو الشكل ديالها فهي كتنفخ. هادو هما الفناجن ديالنا كما كتشوفوا، فهي كما كتشوفوا راه منفوخه. غادي نحاول انني نزينهم بهذاك الشكلاط اللي كان الخليط اللي سبق وكنا درناه من قبل اللي ما فيهش البيض بهذه الطريقه. فالتزيين كيبقى اختياري. من بعد ما زينتهم بالخليط اللي سبق وحطيته قبل ما نضيف ليه البيض، فانا غنعاود عاوتاني نديرهم منهم شويه ديال الشكلاط كوكيز. في اي حاجه عندكم لكم تزينوا بها، فهما كيجيو ساهلين زوينين في المنظر. فانا غادي نحل قدامكم واحد الوحده، فانا غادي نحلهم قدامكم. انا ما تسنيتش على الشكلاط يجمد كما كما كتشوفوا، فهي نحاول انني نقطعها قدامكم. شو السمك ديالها فهي كتجي رائعه. فهذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من اللايك، واللي ما مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلو كل جديد. إلى اللقاء.